واحد المنجم خدمنا فيه من 1979 وانا خدام فيه الى 2007، ما خليت حاحه ولا ملاحه، ما خليت الشوان ديال المعادن دوزهم كاملين، ضربنا السيليكون، ضربنا الثلج، ضربنا التماره، شكون اللي غاتنا؟ واحد الوقيته شكون اللي غاتنا الزقندر الا الطياره اللي جابت لنا المواد اللي ناكلو واللي نشربو الصبيان وهادي وهادي، ما كاين اللي غات في المغرب الا هنا في الزقندر، الا في القيمه ديال الزقندر اكاين دن. المهم انا خدام عندهم من 1979 الى حد الان الى 2007 اللي خرجت مغادرة طوعية لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، عندي مرض مهني سيليكوز داخل ليا المصر ناخذ الرية، ما بقات الرية، ما بقى الركابي، ما بقى العينين، ما بقى والو. ها السيليكوز كيتسمى مرض مهني، وهذا مرض مهني بحال الا درتي الكربون في الرية ديال واحد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، راه المناجم كلهم كيعرفوهم الناس. احولي مي بلاد سيدي بوعتما نزيد وزيد وزيد وزيد. وكنستافدو 9000 ريال، عند 9000 ريال لا دير ليا المريضه المراه مريضه، الولد سلاح ولا قوه الا بالله العلي العظيم مريض، انا كذلك نفسيا وعقليا وصحه والكابي وكل شيء. و 9000 ريال كنشدها و 9000 ريال كتدخل لي دارها فين راها يا ربي ما كانش، كنجيو عندهم كيقول لك مازال ما تخلطات ليش لي بير بيام، اش تخلط لي بير بيام؟ قال لك مازال ما عطاتنا والو، المهم مازال ما عطات لينا والو، كان يصيفطوا لنا لاسينيت كيقول لك ما وصلنا والو، هادو ما خلصوا لهذوك، هادو ما عطاو لينا والو، وحنا كنجريو ولا حول ولا قوه. راه كاين اللي مات، كاين اللي مشى بحال مات الله يرحمه، ما استافد لا في السيليكوز ولا في الودنين، ها الودنين والو 45% ما والو، ها السيليكوز 35 ودابا درت المراجعه عندي 100% ما بان والو، ما بان والو. واش غادي نقول لهم راه فيا مرض مهني سيليكوز فيا مرض سيليكوز؟ ما فياش، عذاب فيا لقيتو راه الا ما درت الرابوس ما كاين والو. ملي مشيت للطبيب قال لك عندك 75%، اللي عندك 75 قال لك عندك الاقداميه، اش من التقدم اللي عندي انا؟ دابا اللي حسيت من المرض، دابا اللي حسيت بهذا السيليكوز، والمرض ما كيبراش، هذا المرض اللي فينا ما كيبراش. واش اكسيدونتي؟ نقول اكسيدونتي، ماش كمانا مارس الراجل ولا مارس الرجل ولا مارس ماشي كمانا، ولكن السيليكوز راه ما كيبراش، السيليكوز راه ما كيبراش. والسلام عليكم. السيدي هاد الناس راه فداو الحياة ديالهم في المناجم، ياك؟ الو دابا كيطلبوا الحقوق ديالهم، الله يجازيك بخير. دابا خدموا واحد المدة ديال اللي عنده 30 سنة، 35، 40، 20، كل واحد وداك الشيء اللي عنده. ملي تصابوا بواحد هذا المرض السيليكوز وكاين اللي تصاب بالسمم بالودنين، وهما المحكمة مشاو للأطباء شدوا لقوا الحكم ديالهم، عطوهم عطوهم المحكمة الحكم واحد النسبة مئوية، إدارة كتخلصهم واحد النص، واحد النص كتصيفطوا لاسينيرا لإيراد اللي هي مرتبطة مع لا سي دي جي. ألور دابا هاد الناس كيطلبوا واحد القانون، واحد لا كونتريبيسيون كتعطيها لونيم لا سينيرا، مفهوم؟ وهما مساكين كيطلبوا هاد لا كونتريبيسيون تخلصها لونيم لا سينيرا، باش لا سينيرا راه كيمشيو الناس لا سينيرا كيقولوا لهم ودي هاد الناس ديالكم راه ما خلصوش عليكم لا كونتريبيسيون. دابا هما كيطلبوا باش يخلصوا لا سينيرا، باش لا سينيرا تفعل لهم القوانين ديالهم. لكم الاخت سميتي محمد علي وكرا، مواليد 1960، خدمنا مع المكتب الابحاث والمساهمات المعدنيه سابقا، المكتب الوطني للهيدروكربورات حاليا، وعندنا الامراض المهني، والاداره ديالنا هملتنا في حق ديالنا في النص. كان عندنا الإرادة لا سينيرا، وحنا كنمشيو لعند اصحاب السينيرا كيقولوا لنا خصكم تجيبوا لنا تسنيو لنا واحد الورقه عند اصحاب المكتب اللي يضروا الكربورات والمعادن، وهما رفضوا هذا الشيء هذا، وحنا كنطالبوا حقنا. كاين اللي خدم 30 عام 40 عام 50 عام وعيانين الناس وكنطلبوا الحق ديالنا. وكنطلبوا والله ينصر سيدنا. المية ديالي هو عدي الزقمي. المشكل اللي عندي انايا عندي المشكل ديال الإيراد. عندي المشكل ديال الإيراد، حكمت المحكمة وتقسمت على 200
وما عطاونا والمكتب الابحاث المساهمه المكتب الانيم اوفيس ناسيونال هيدروكربونيت ما عطاناش سميتو. ملي كنمشيو لعند الايراد عند الناس ديال الايراد كيقول لك اسيدي المكتب ديالكم ما مخلصناش فهمتي. كنرجعوا لهادو كيقول لك اسيدي حنا واتسناو راه كاينين الاحكام اللي عندنا من 1999 وكاينين ديال 2000 الى وما مخلصينوش. كنطالبوا الايراد ديالنا كنطالبوا القانون يطبق القانون علينا يطبقوا الحكم باسم صاحب الجلاله على الجميع فهمتي. شي وعندنا الزياده كاين الزياده سميتو 20% اللي صرح بها وزير الشغل ما طبقاتش كاين اللي عندنا بارك الله فيك جينا من 700 كيلومتر. كاين الناس اللي تحكمت المحكمه من 2007 2006 وتشدنا اللي راه كتشدنا 5%. دابا راه تزادت راسو الدوله تزادت 20% وحنا ما استفدنا والو. حنا بغينا 20% وبغينا داك ديال اللي راد يرجع لنا. الله يجازيك بخير. وعشا يوسف 1943 كنت خدام عند البير بيام. خدمنا في الصحراء خدمنا في الزك حفرنا البير المينيتير خدمنا كل شيء حتى فينا السيليكوز حكمت لي هي في 35% وفرق على 200. تنشد نص ونشم نص تنمشي لي رادا تتقول لهم فين مشي هاد النص. قال لك ما خلصت لنا البير بيام تلقاو المعادن اللي عندو النص خصو يخلصوا لهادو باش يخلصوا لنا. تنشد 10800 ومشات 10800 تجي لعند هادو يقول لك ما خلصت لنا البير بيام. ها اللي عندي الله يجازيك خير. السلام عليكم الشريفة. انا دابا ما كملت التقاعد ديالي. انا السن عندي وصلت 50 عام 51 عام قالوا لي ما عندك حق في التقاعد. الله يسر عليكم وينصر الملك. الا بغا ينتظروا فينا حنا راه ضحينا شحال من مناجم في المغرب ضحينا فيهم. راه مازالين عندنا قماشة وعندنا الدرع الصفر وعندنا زرادة وعندنا جميع وكاين توزاك ايميتر وعندنا اورير وعندك تطوان القنار جيت استيعات وادلا. حنا جميع المناطق في المغرب حنا والصحراء بكراع ما خلينا التقنط ما استفدنا والو. والبيار ديال المينيتير البيار ديال لاري ديال الماء في الصحراء جيت بكراع وكاين عندنا الشاب ديالنا قردو الاحسن. حنا جايين الاخت العزيزه الله يطول لك العمر جينا بهاد الناس اللي مازال شي شويه صحاح وتحاب العكاكز راه باقي نخليناهم. حنا جايين دابا لحقنا الى هذا الله الاداره ديالنا فوت معانا هادشي اللي غنقول الاخت العزيزه.